شعرنا في المطبخ حب المطبخ يطلع منك الأكل سكر، وإحنا بنعمل النهاردة الأكل طلع سكر. عملنا إيه؟ تورلي جميع الخضار ني في ني ما بيتقلاش، ومحشي جنبيه، محشي البتنجان الملون ده الجميل، وفلفل وكوسة، سهل جدا. وأتمنى تجربوا الطريقة دي ني في ني. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نقول بسم الله. مساء الخير عليكم، مساء الخير على أحلى متابعين وأحلى عيلة. النهاردة هنعمل إيه؟ هنعمل تورلي. التورلي ده بيتكون بجميع الخضار اللي موجود عندك، حتى مش موجود عندك حاجة مش مشكلة، تعوضيها في أي حاجة تانية. النهاردة أنا خرطت هنا بطاطس وجزر عندي في الفريزر، طلعته أهو كده جزر، وإيه تاني؟ وكوسة وفلفل كوبي، وإن هحط البسلة والفاصوليا. بسم الله، خلاص كده. نيجي بقى نقول لكم هنعمل ازاي. انا هحط عليها لحمة، هحط عليها لحمة، فاللحمة لقيتها ممكن ما تستويش بسرعة مع التورلي، لان التورلي البسلة مطلعة من الفريزر يعني يعتبر مستوية شوية، عشان احنا بناخدها نص سلقة كده لما بنجففها. هنبدأ نقول بسم الله، وهنزل اللحمة رصها، ولسه قبل ما رصها هحط هنا البصل مقطعه طرنشات، تمام. وايه تاني؟ وهرص هنا البصل، البصل كده، خلاص كده. هنزل عليهم اللحمة، هرصها تحت، والصوص بتاعها ده هسقيه بيها كده اهو. خلاص كده اديني رصيت اللحمه. اللي هعمله هنا بقى في الخضار، خضار هنا قلنا جميع الخضار اللي عندك، عايز عندك بتنجان حطي، عندك بسله، عندك فاصوليا، بطاطس، كل حاجه عندك حطيها. نيجي للبهارات، البهارات ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، قرفه، جوز الطيبه، سكر، تاني ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، قرفه، قرفه على طرف المعلقه، جوز الطيبه، سكر. نسمي الله ونقول بسم الله وننزل الحاجات دي كلها عليها. خلاص كده نقلبها كده كويس جدا. خلاص كده اقلبها واقول لكم هعملها ازاي، واقول لكم هنعمل ايه. هنزل هنا الخضار كله، خضار كله، خلاص كده. تاني هنزل الاول، انزل اشيل الحاجات اللي هي الدسمه من اللحمه، احط الصوص بتاع اللحمه. انا ما رضيتش اسلقها، انا خدتها تشويحه وعليها يعني زي محمره زي كده محمره. خلاص كده هننزل عليها بقى الصلصه، صلصة مصفية. كان ممكن اخرط فلفل، قصدي طماطم، الطماطم بتعمل قشرة مع لما تستوي ما تبقاش حلوة، لما تيجي تاكليها ما تبقاش حلوة. ادي كده اهو، كده اهو، خلاص كده. هنحط عليها سمنة ومعلقة زيت، سمنة ومعلقة زيت. يا سلام لما يكون اللحمة فيها ضاني، يا سلام على الجمال، حلو جدا. هحطي عليها السمنة ومعلقة الزيت وادخلها الفرن من غير غطا، من غير غطا. بصوا يا جماعة، انا النهاردة عملت برضو محشي بتنجان وفلفل وكوسة، حطيتهم مع بعض في حاجة واحدة اهو، في حاجة واحدة مع بعض دول كده. عبال الساعة 4 4:30 الحاجة تستوي على مهلها وارجع لكم تاني. ايه رأيكم بعد ما خلص المحشي بالطريقة دي؟
البتنجان الملون ده بعشقه جامد بصراحة، جميل جدا جدا مع الكوسة والفلفل. واللي هنا الترلي استوى الحمد لله، ما ياخدش ساعة عشان هو الحاجات طالعة أغلبتها من الفريزر بالطريقة دي. مش بحمر الخضار، الخضار عشان ما يبقاش الحكاية دسمة. كمان لما بيبقى على العكاوي بتبقى جميلة جدا، لحمة الضاني، الحاجات الدسمة ده بيبقى حلو قوي. لكن ني في ني بقى جميل جدا جدا وخفيف على المعدة جدا، كأنك ما كلتيش حاجة، لو كلتي حتى طبقين حلو جدا جدا جدا. أتمنى تجربوا الطريقة دي، ولو عجبكم الطريقة دي ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم كل جديد. وأقول لكم إلى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.